ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. ميغالو برنامج ميغالو جديد ضرب ضرب الكب كذير هاشتراف ميغالو. ألو ألو أين أنت يا قيصر؟ انتظرني انتظرني، أنا الآن في انتظار لماذا نحن الآن هكذا؟ ألو إنني في حالة رعب، أنت عليك أن تقولي لي أنا أحبك أحبك يا ألو ألو يا ودي شو معي يا حبوب؟ لحظة بليخ نكمل لك هذه نصور حلوة هذه في الحلقة الأخرى. إيه لدي مشاكل كبيرة، لا تصعدي في هذا، لا تخليني معلم يا رسول الله. واحد راقد يومه فيه بالليل شكون معي؟ سريع معلم بليخ نزيدك فاز هذه الحلقة 12 هذه باش تضرب على الأخر تشوف. أنا أحبك، أنت تحبينني أم لا تحبينني؟ أنا أعشقك يا ودي شو تحبني تكون تعشق يا ودي رحبوك معلم. ما باش نعطيك من الاخر بيني سيري تنفصل لك. سليم خويا سليم خويا والله اسمعني اسمعني، عندي دور في مسلسل قاعد مبرف عليه توا، عندي كاستينج، جربت عملت كاستينج معناها في دارنا، عملت الفازة الوالدة قالت لي ليه ماستا مشي باش تنجح، قلت خلنا نطلب شكون نقول له شقولك. انت عجبتك فاسك اليوم، اين انت اين انت يا روميا؟ انا احبك يا معلم يرحم بوك. تو وقته هو تو بجاع ربي يفسر لي شنو نعم. لحظة وسع بالك معايا به يا ودي، وسع بالك ومشي من نوم يرحم بوك به. ليس اشكيلا انتظر في الحلقة الثالثة باش نبدأ انا اتمشى هكذا بالمشهد الثالث. انا الان لدي مشاكل كبيرة، لماذا لم يأتي السيد معنا في هذا البرنامج؟ فهمتني معناه انا باش نقول لدي يا معلم برا مدبوك وش قلت انت مش فهمني، هو مسلسل في رمضان مش يتعدى، انا قاعد نجرب معناه كان بي دور عملته صحيح، انا قول لي فهمتني يتعدى في رمضان في مصر يتعدى رمضان مصر دي ليه انا قاعد نعمل في الدور يا معلم وسع بيرك معي. لحظه انتظر 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 يا احمد بوك برضه والله نجم نشوف لك دور مع المخرج تولي انت تعمل في شو اسمه دور قيصر فهمتني. انتظر 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 قد تكون قيصر انتظر يا حبوك جاء ربي شنو تحب جاء ربي. اريد ان افسر للناس انني ساكون ممثل فهمتني. اسمع تحب نشوف لك دور معانا واسم جرب شكون يا اخي في مثل معاك وشكون المخرج والله لدينا الكثير مثلا تو شو اسمه يحب يدخل معانا في المسلسل واحنا قاعدين نخمو شكون التونسي هذاك ما نحفظش الاسامي ظافر شو اسمه ظافر اي ظافر هذاك العابدين يحب يمثل واحنا مانيش موافقين فهمتني. لا يا اخي نورمال المخرج هذا ماكل حاجه جايبك انت اسمع اسمع فاز اخرى ريت في الحلقه الاخرى هم في بينهم زعمه باش يقتلوني وانا باش نخرج لهم من بلاصه اخرى باش نقول لهم لا انا لم امت انا ما زلت هنا. تتصورهم يتفاجئوا بها الفازه هذه عبيطه خارج لهم ايه يتفاجئوا بها نتصور المشاهدين بس مكتوب ما زلت تحكي انت ما زلت وما زال عندك ما تحكي ما زال بالطبيعه يا ودي سيدات برج مريرا وبسطلع ماسك رمضان زي سلم يا عدو شو كهو. انتظر 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 لحظه ايش بيك معلم يا شباب باش نجرب نعمل معاك كلمتين كيف فازيت تتحكم معلم بالرسمي راك عارف ايش قاعد تحكي راك واحد قومت من النوم يرحم بوك وساعد بالي معاك بالكبيره وش بك انت راقد كي راقد في الوقت هذا لماذا ترقد في هذا الوقت؟ انا لا يعجبني هذا البرنامج لا ترقد في هذا الوقت فهمت معناها تحسني تقمصتها الشخصيه يا ودي برا يرحم بوك تقمص نحكي الرسمي ذا يختم لي تو نحكي شنو شخصيه وشنو درا شنو برا ربي معاك نحكي معاك متقمص 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 شخصيه على الاخر فهمتني اعمل روحك تريد اعمل روحك مشاهد بدمك الفرش ما قلت راقد انت تو اعمل روحك تو انت مشاهد واحسب روحك تري فيا في التلفزه وقول لي معناها ننجح ولا لا ما نتفرجش فيه كان في لحظة ممتازة أين أنت يا قنوات ما زلنا قاعدين نلوجوا في قنوات برشا قنوات هما يحبوا يعدوه شوف الفازة ربي سهل لك صاحبي يا دول شو ماكش تفرج ودي قاعد تفرج فيه ما ودي ما نتفرج ما عندي تلفزة في الدار وعليك مش مشكلة عنا برنامج إذاعي باش نعدوه كيف كيف زاد في الراديو كنت تابع فيه يا ودي لا نسمع لا راديو راديو عندي سينما يرحم بوك عندي فازة نعملها برنامج آخر لحظة انتظر
نورمال هذا بالله ظافر ولا تكون مش مثل معاك أصابعك يوما آخر كي نولي أنا مشهور سترى 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 محسوب محسوب راني نشوف فيك راني نشوف فيك مع البر ربي معاك صاحبي خير محسوب واشتراك ميغالو كل يوم 7:30 9:30 و9:30 تعليم من 2 للجمعة على المزيك الأهنين